ازاي تعبي خزنة ال FX. الخزنة بتكون بالشكل ده، هتفتح الخزنة عكس ناحية الشمال لغاية الآخر وتلفها لفة كاملة، تمام. وبعدين تاخد رصاصة وهتحطها بالشقلوب، يعني راس قعر الرصاصة يكون للداخل بالشكل ده. وبعدين هتبدأ من بداية هنا تحط الرصاص بشكل سليم. يبقى أول رصاصة بالعكس من الناحية دي من ورا. نبدأ نعبي بالشكل. عشر طلقة بنفس الطريقة، واحدة بالعكس و17 بالشكل ده. دلوقتي السنة الأخيرة ترجعها كده، كده الخزنة جاهزة معاك. طريقة تضعها في البندقية، تلف الخزنة بالشكل ده. الجزء ده هو اللي يكون لفوق لجوه ناحية ناحية السبطان، ندخلها كده. شوف لازم تكون عدلة، ندخلها في المجرى بتاعتها بالظبط لغاية الآخر، لغاية ما تكون الاتنين دول بسوا واحد. طبعا تكون معشق البندقية، دراع التعشيق مفتوح على الآخر وانت بتدخل الخزنة. بعد كده بمجرد ما انت ترجع الدراع لجوه كده البندقية فيها طلقة، البندقية كده جاهزة على الضرب. لو عايز السيفتي ترفع السيفتي لتحت كده مش هتضرب البندقية، اول ما تنزل السيفتي لتحت كده كده البندقية جاهزة على الضرب على طول. طبعا زي ما اتفقنا قبل ما تفتح قبل ما تعشق وتلقى من الرصاصة لازم تكون ظابط هنا القوة اللي انت عايز تشتغل عليها.